بسم الله الرحمن الرحيم. منصف طوب برلماني عن إقليم تطوان. فيما يخص الموضوع ديال ربط تطوان بالسكك الحديدي والطريق السيار، الآن أنا كنقول بأن تطوان لا، ملي كنشوفوا التوجه ديالها لا في السياحة ولا في واحد العديد ديال القطاعات، كتلقى أن تطوان الآن محتاجة للربط ديالها. وباش نربطوها، تم الحمد لله الان التوسعه ديال المطار صناعي الرمل، واللي كنشوفوا واحد وهذا مرجع ملي كنشوفوا ان كيفاش خدم وكيفاش بدا كينافس المطارات الوطنيه، كنلقاو ان احنا الان كوليدات ديال تطوان محتاجين ان احنا ندافعوا على المشاريع الكبرى. المشاريع الكبرى هو السكك الحديديه، هو الطريق السيار، هو الخط البحري ما بين تطوان، عندنا شحال الموانئ مع الضفه الاسبانيه، وهذا اللي غيجعل الاستثمار او التنميه في اقليم تطوان. فالان الموضوع اللي كان يثار، فانا كنأكد ان مادام المشروع ديال السكك الحديديه أدرجة في المخطط الاستراتيجي ديال السكك الحديديه، وكذلك الدراسة موجودة والدراسة الجدوى موجودة، فقط اللي محتاجين فيها، لأن هذا مشروع كبير، محتاجين التركيبة المالية. هذه التركيبة المالية هي فعلا أنا بالنسبة لي ما يمكنش تكون عائق إذا تضافرت الجهود الجميع، أن احنا كاملين بينا خصنا ندافعوا ونحاولوا نقنعوا الحكومة أن هذا المشروع ديال السكك الحديدية بالرغم من ضخامته، أنه خصو يكون لإقليم تطوان. علاش؟ لأن إقليم تطوان إذا تربطت بالسكك الحديدية فغتكون هذيك قاطرة تنمية لن تطوان، مضياق الفنيدق، شفشاون، وزان، واحد العديد ديال الأقاليم اللي غيستافدوا. فهنا أنا كنأكد من هذا المنبر ديالكم، ومشكورين أنكم تيرتوا هذا الموضوع هذا، فكنأكد أن هذه المشاريع الكبرى كتساعد على التنمية، غتساعد على التنمية ديال الإقليم أو الأقاليم المجاورة، وغتشجع المستثمرين. لأن ملي كنتكلموا على الاستثمار في إقليم تطوان كنلقاو عندنا واحد العائق دائما كنلقاوها، باش نكونوا صراحة مع نفسنا، أن المستثمر ملي كيجي باش أنه هو يستثمر في إقليم تطوان كيعمل واحد الدراسة للمستثمرين، لا الأجانب ولا المحليين، راه كيعملوا واحد الدراسات قبلية على جميع الامور، كيلقاو ان البنيه التحتيه مازال باقا خاصها، ما كاينش بنيه تحتيه ديال السكك الحديديه ديال الطريق السيار، لان باش يجي يعمل لك مصنع مثلا في تطوان خصو يلقى له طرود، خصو يلقى القرب ديالو الميناء المتوسطي، خصو يلقى العمال العاملات، يلقاو كيف يمشيو. نعطيكم انا معطى صراحه، العدد السيارات ديال العمال اللي كيمشيو من الميناء المتوسطي حتى يعني من المشاريع اللي كاينه الكبرى ديال السيارات، وهذا في الميناء المتوسطي، كتلقى تقريبا عدد الناس اللي كتمشي فيه، العمال اللي كيمشيو كيجيو يوميا، اظن انا غتفوق واحد 5 ديال القطارات في النهار. اذا هنا كنلقى ان السكك الحديديه اذا تبرمج لها او خرج هذا البرنامج الى او هذا المشروع الى ارض الوجود، فغيكون عنده النجاعه ديالو، غيكونش فيه الخساره، غيكون فيه الربح، لا بالنسبه للميناء المتوسطي، لا بالنسبه لطنجة، لا بالنسبه لاهالي تطوان، لا بالنسبه للمستثمر، لا بالنسبه للاقاليم المجاوره. فهنا كنتمنى ان شاء الله باذن الله ان البرمجه هذه المشاريع الكبرى، وخصوصا السكه الحديديه والطريق السيار، انا كنشوفها من الاولويات اللي خصها تكون في اقليم تطوان، باش نشجعوا التنميه، وباش حنا نكونوا شركاء في تنميه اقليم تطوان والساكنه اقليم تطوان.